السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج بانوراما. في حلقة هذا اليوم، بما أنه إحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، فارتئينا تكون حلقة هذا اليوم هي مخصصة حول الاستعدادات النفسية وأيضا البدنية لاستقبال هذا الشهر الكريم. هنالك الكثير من العوامل تتحدث عنها كتب الشرع، ويتحدث عنها أيضا القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد فصلت هذه العوامل وفصلت هذه الأحداث أو هذه الواجبات والسنن والرواتب وما شبه ذلك من الأعمال والأفعال والأقوال قبيل شهر رمضان. وددنا أن تكون حلقة هذا اليوم عن هذا الموضوع تحديدا، ولكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع علينا أن نأخذ قليلا من الذكريات في مثل هذه الأيام. هذه الأيام تمثل يعني مرحلة مهمة في حياة المواطن العراقي تحديدا، بغض النظر عن العالم الإسلامي واستعدادات العالم لاستقبال هذا الشهر الفضيل. ونشوف الناس تتوجه إلى الأسواق، تتجه إلى اغتنام بعض الفرص واغتنام بعض الأجهزة أو المواد الغذائية وما شابه ذلك، بالإضافة إلى الاستعداد النفسي والروحي والبدني لاستقبال هذا الشهر الفضيل. هنالك من يفكر بعدد من الأعمال والأفعال الخيرية، هنالك من يفكر بقراءة القرآن والصلاة، وهنالك من يفكر بكيفية ترتيب يوم وفق الصيام وفق أوقات العبادة وما شابه ذلك. هذه الاستعدادات موجودة عند البشر، ولكن ربما في بعض الأحيان نشوفها موجودة في بداية الشهر أو في منتصف الشهر، وبعدين تبدي تتلاشى. هذا موضوع آخر. على الطرف الآخر أيضا هناك من يفكر بعدد المسلسلات اللي راح يشوفها، عدد الأفلام اللي راح يشوفها، وقت فراغه كيف ينسق بين المسلسلات وبين الخروج أو إلى الأسواق بعد الإفطار وكذا وكذا وكذا. فإذا المجتمع يحتاج إلى توعية، يحتاج إلى تذكرة، يحتاج إلى أيضا توجيه وأيضا نصح، وعلى كل العقلاء وعلى كل المختصين في المجال الديني أن يقدموا إرشاداتهم إلى المجتمع، خاصة قبيل هذا الشهر الفضيل. بغض النظر عن مسألة الأجر الكبير والثواب العظيم اللي منح الله سبحانه وتعالى للمسلمين في هذا الشهر الكبير، ولكن يبقى التعامل المجتمعي هو الأساس في هذه العبادات. راح نشوف في شهر رمضان عادة كثير من الناس ضايجة وما لها خلق ومتعكر مزاجه، والله من تحكي وياه قال لك والله عوفني لان انا اليوم صايم، وكانه خارج عن العالم وخرج عن المألوف وخرج عن الحياه وكذا، وانه داخل حرب وداخل كذا وصراع قوي. ما نعرف شنو الاسباب. كل شيء للبشر، كل شيء الله سبحانه وتعالى وضع له اجر وثواب الا الصيام، وقيل حتى الصبر، فقال كل عمل ابن ادم، يعني معنى الحديث إلا الصوم فأنا أجزي به. هذا حديث قدسي وصحيح. فإذا على قدر المشقة يأتيك الأجر، وعلى قدر الصبر أيضا يأتيك الثواب. فكل هذه العوامل، وأكو مقولة عند أهلنا قبل يقولوها، عند الله ما يضيع. فعلا أنت كل ما تتعب لربك راح تحصل الأجر والثواب، وما تعرف وإن طال فهو فيه الخير الكثير. أنا ما أريد أكثر بالكلام وأحكي وكذا، لكن خلوني أرحب بضيفي العزيز صديق الملايين، محبوب الملايين وخاصة العراقيين في الداخل وفي الخارج، سماحة الشيخ الدكتور عداي الغريري من بغداد، رئيس أئمة خطباء الاعتدال في العراق. حياك الله سماحة الشيخ، فضيلتك وياي شرفتنا اليوم بهذه الحلقة، ويعني إحنا سعداء حقيقة بما أنه إحنا نريد في حلقة هذا اليوم هو الاستعداد لشهر رمضان، عنوان حلقتنا في مثل هذه الحلقة تحت هذا العنوان الاستعداد لشهر رمضان. راح أعطيك الكلمة لك سماحة الشيخ، وتفضل سماحة الشيخ يعني نورنا بهذا الموضوع حقيقة اللي فيه كثير من التفصيلات. تفضل سماحة الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على المصطفى وبه وكفى، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي من علينا بتنزيل القرآن، والحمد لله الذي من علينا وفرض علينا شهر الصيام. أولا شكرا لهذه التقدمة ولهذه التوطئة السيد الهاجري، وشكرا إلى قناتنا، قناة هنة، قناة سامراء الملوية الشامخة بشموخ أهلها والراسخة
برسوخ بقاء أهلها في ذلك المكان على مر الزمان وتجدد الأكوان. الحمد لله رب العالمين. حقيقة شهر رمضان هو شهر فضيل، شهر ينتظره العشاق وينتظره الفساق وينتظره أهل الفرح وأهل الترح، لأنه أولا ينتظره أهل الإيمان ليزدادوا إيمانا، وينتظره الذين خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى وانحرفوا عنه ينتظرونه للتوبة، لأنه كما جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو شهر يغفر الله سبحانه وتعالى به جميع ذنوب العبد ما تقدم منها خلال هذا العام، فهو شهر رحمة وشهر بركة علينا وعلى أهل الإيمان وعلى الإسلام وعلى الأمة جميعا. فهذا هو يعني فرحنا بقدوم شهر رمضان. بالفعل سمعت الشيخ. سمعت الشيخ، خليني أسألك من وجهة نظرك، بما أنه أنت رئيس أئمة خطباء الاعتدال في العراق، شنو نظرتك على المجتمع العراقي اليوم؟ ده تشوف إحنا المجتمع العراقي ما شاء الله القسم من عند ناس محافظة ملتزمة محترمة، أكاديميين مثقفين علماء ما شابه ذلك، شيوخ عشائر، أبناء عشائر محترمين بمعنى الكلمة، وللأسف هنالك القلة القليلة من المجتمع انحرفت عن المسار الصحيح، اتخذت خطوات واتخذت طرق غير شرعية وغير حقيقية أثرت بشكل كبير على الواقع. من وجهة نظرك كيف تفصل المجتمع العراقي اليوم؟ هو حقيقة مع قانون القرآن الكريم لابد أن يكون هناك قانونا ووازعا للسلطان، ولذلك جاءت هذه الحكمة، قالوا إن وازع السلطان أحيانا، يعني وازع السلطان أقوى من وازع القرآن، لأن الناس تخاف من السلطان أكثر ما تخاف من القرآن. يعني هو يقصد يعني خوف الله سبحانه وتعالى، الناس تسوف لها ولأمانيها أنه الله كريم والله غفور والله رحيم، لكن السلطان ما يسامح، عندك خطأ واحد اثنين أنت لابد عليك أن تتعاقب عليه. لذلك الناس إحنا الآن عندنا تفاوت وعندنا حدثت ربكة في الأخلاق المجتمع وفي طبيعة المجتمع. أولا ضعف القانون، يعني مع القانون الشرعي لابد أن يكون القانون الوضعي أيضا الصارم الذي يعلم الناس كيف يسيروا على الطريق المستقيم. يا أخي الناس الآن أنت كل الطرق الدنيا كلها بها ذهاب وبها عيار، بالفعل. لكن من الناس من قامت ما تخاف من رجل المرور، قام يجي عكس السير، عكس السير علنيا يعني صح، يعني ويتباهى بيها يتباهى بيها بعد، اعتبرها شطارة طبعا. وإذا رجل المرور يعني هذا الرجال الذي يمثل الدولة، هل الفقير الرجال هو هذا وظيفته؟ وإذا تبتلي الدنيا عليه وأنا فلان ورتب فلان وأنت بالفلاني، فالقانون لما يضعف الناس تمشي ترى عكس السير، وشاهر يا ظاهر وأمام وضح النهار، هم مو عيب يعني، ما يعتبرها مو عيب يعني. التبجح في المعصية مرات في بعض الأحيان يعتبروها شطارة، مثل واحد يفعل المعصية يقول أنا فعلت المعصية وأفعل المعصية وتحدى، عايشونك وناس عندنا دول الناس على قولة أهلنا يقول على نياتهم، يقول له شيخ يصير يعني واحد يصلي بدون وضوء؟ قال له لا والله ما يصير، قال له والله أنا سويته وشو صارت. أكو ناس يعني حقيقة القانون لما يضعف تخرج عندنا أخلاقيات المجتمع، أخلاقيات المجتمع الكامنة اللي إحنا ما ندري بها، تظل تصير نار تحت رماد القانون لما يضعف. هاي مشكلة. زين إحنا شنو الأجراءات اللي ممكن يعني تقوي القانون؟ فعلا احنا نحتاج ايمان بالقانون، لو الا السيف والسلطه والصوت والسجن والعقوبه حتى تقوي القانون. والله شوف يا اخي الكريم، احنا عندنا بالتاريخ الاسلامي يقول لما الامه الاسلاميه عرفت الحلال والحرام وبدا الخلفاء الراشدون في بدايه الامه الاسلاميه وبداوا ياسسون دستور لهذه الامه، عين القاضي شريح، عينه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، القاضي قاضي يعني رئيس القضاء الأعلى،
في المدينة ويما الخليفة. يقول نعم. هذا قاضي شريح بعد فترة من الزمن، بعد فترة من الزمن رفع دعوة إلى الخليفة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين أننا نعم سمعت الشيخ. فإنك وليتني أمرا ووليتني مهمة العاطلين فلا أحد يترافع فيها. القاضي يقول ما حد يترافع، شو ما حد يجيني، لأن الناس عرفت الحلال الحرام. هسه احنا القاضي عندنا وجبة مسائية وجبة صباحية، ما يلحقون على الصبح، اكو وجبة انه بالمساء اي يعني وما ملحقين من كثر المشاكل، من كثر المشاكل. نعم شيخنا. القاضي حتى خفر حتى يحل مشاكل. ليش؟ يعني الان لما اختلط بها الناس ضعف عندها وازع الحلال ووازع الحرام. حدث الذي حدث الان، ها حتى تشوف المجتمع الان، واحد ماكل اخوه، واحد اخ ماكل ميراث اخته، هو انت داير لك واحد مبلغ من المال، ثاني يوم ينكر عليك، ناس متبلي عليك، يعني فد شغله ما ادري شو، زملائك بالعمل متنحسين من عندك، يعني اشياء عجيبه غريبه. يعني المجتمع الان ابتعد كثيرا عن خط الاستقامه كثيرا. شهر رمضان عوده فرصه، مثل واحد راسل وقالوا له يابا اكو دور ثاني، رمضان دور ثاني، انت في هذا الدور الثاني ايش قد ما تجتهد انت بامكانك ان تطلع وتجتاز، وهاي فرصه لك، هاي عمي 11 شهر وجاك هذا ال 12 شهر، وانت عمي ترك مال، انت راسل الحق روحك بشهر رمضان. اكو ناس مستعده في شهر رمضان يقول لك والله انا ابوها، والله هاي الجقاره وهذا البطل وهاي النرجيله وهاي الكبسله وهذا الحرام وهاي الرشوه، هذني حرمت عليه مثل ما حرمت علي امي او اختي. واكو واحد يقول هل من مزيد؟ هاي مال هل من مزيد مشكله؟ يعني وصلت للدم، وصلت للدم شيخنا. نعم وصلت للدم، قام الابن يقتل امه ويقتل ابوه ويقتل اخوه، يقتل الولد، الرجل يقتل زوجته والزوجه تقتل ابنها. شنو هذاك اليوم طالع لنا مقطع نشرته وزاره الداخليه، والله زوجه متفقه ويا عشيقها، لانه والله رجلها ما حابته، ما داش ما خاش على قولتها بعقلها، واتفقت ويا عشيقها حتى يجي قتله وخطيه، يروح قتله يرمي عليه 6-7 اطلاقات يم باب بيته، والرجل يطلع من الصبح على باب الله بتاكسي يشتغل. هذه معقوله؟ هذا مجتمع؟ هي استاذ ناصر، مو هذا العرق الاساس، هو لو كل واحد عنده اساس قوي، شايف هسه الاساس قوي ما ينهز، ايش مهما تريد تجيك العواصف بعد ما تقدر تهزك، بس الاساس البنيه ضعيفه، البنيه التحتيه هشه. شلون هسه البنيه التحتيه مال الان العمران مالت البلد الحمد لله، تجي هاويه توقع العماره، تجي مطره تغرق تفيض المجاري، تجي هورن مو هزه، هورن أيوة. اللوري يوقع البيت، هسه بالهورن هذا هورن يسمونه اللوريات، هورن ابو البوش اذا ضربه يم عماره أيوة. تنزل على على بعد مو القاع. مو شو اسمه مو زلازل، وبعدين احنا مو زلازل، لا احنا الزلازل مالته بالهورنات، هسه اذا اللوريات يضربون هورنات ماكو توقع عندنا أيه. البنايات، بس الحمد لله اللوري ما يطب المدينه لان ممنوع الا ولا ورا 12 بالليل، فالحمد لله رب أيه. العالمين. البنيه التحتيه لهذه الفتاه او لهذا الفتى لو كانت قويه، لو الامايه والاب باني بناء صحيح، باني هاي البنيه بناء صحيح من البدايه، من يقول في السابعه علموهم وفي العاشره ضربوهم وعلموهم الصلاه والصيام وخذوهم الى المساجد وفرقوا بينهم بين المضاجع، لو هذا التعليم الاساسي يعني الابتدائي ما انحرفت هذه البنيه، ولا كانت بامكانها ان تبقى على قاعده اساسيه معتدله وصلبه، لكن هي الامور هشه. يا اخي واحد عايفين لا صوم ولا صلاه، وواحد عايفين البنيه عايفين على حل شعرها، ما تراهم هيك، لذلك تخربطت عندنا هذه الامور الحياتيه، فتتفق ويا عشيقها
وتتفق ويا صديقها وتقتل زوجها. وهذا هسه البارحه مو اول البارحه يمكن سامه رجلها، سامه رجلها وهي مسلمه نفسها. ايه سامه رجلها هاي وحده لك اليوم بالنجف حتى قاطعه الذكر مال رجلها. شكو صار عمي؟ صار انت ما تقولي شيء، ملك نازلتي من السماء غير من ورا ضيميج، من ورا ضيم من القهر اللي قاعد بهالبيت. الزوج عنده اطفال ما يريد يهدم بيته، اخذنا مره ابتلها. اكو حاله هو مو كل واحد يتزوج زوجه ثانيه هو يعني بطران او يعني اكو حالات انسانيه. شيخ الله يرضى عليك شيخنا، لا هسه يطلعوا لك جماعه الحقوق المدافعات عن المراه ويقولون الشيخ عداء يدعو الى تعدد الزوجات ويسوي لك مشكله، فعوف هذا الموضوع. والله انا ادعو المجتمع الى تعدد الزوجات، لان تعدد الزوجات تعدد شرعي احسن من الزنا يا بابا، احسن ما يضل يخونيك زين، واحسن انت ما تظل تخونين وتظل منه ومنه. هذا رجل محسن، انت تصيرين مراه محسنه ببيت محترم من زوجك فلان وده يصرف عليك وعلى عائلتك، احسن ما هو كل ساعه يوميه بثنتين طالع بغير مكان وعندي واجب وعندي ايفاد. طبعا ما ادري ليش سبحان الله بقدره قادر تكثر الايفادات خصوصا الخميس على السبت. طبعا هو ماكو الدوله هي واقفه ايابا وعندي ايفاد، لكن يوم واحد والله قال انت تقول عمي شيخنا شو هذا الايفاد مالته من الخميس يجينا السبت، هي الدوله مو عندها عطله؟ قلت له ما ادري يجوز بس زوجك ما عنده عطله بيوم الخميس والجمعه والسبت. فيا عمي عليش واحد يظل هيك يراوغ على خوفا بالحلال؟ فتعدد الزوجات يخاف مشكله، يخاف يخاف يا عمي يخاف، لا تورط نفسك يا عمي. الله قال فان خفتم فواحده. فاحنا خمسه ارمله وين نوديها هسه؟ خمسه ارمله وين يعني؟ نستورد لها نستورد زليم هذا الموجود. فاحنا يا اخواني اكو طريق حق، اكو طريق مستقيم، واللي يمشي على الطريق المستقيم هو هذا الله الله يرضاه. فانا يا اخواني البنى التحتيه، انت يا امايا، انت يا اب، انت جاي الان جاي تسمع صوتنا، هاي البنتايه مثل نفته، اتعب أيوة. عليها اتعب علي، اسقيها بماء المكرماتي. هذا ابنك يعني تراعيه، علمه الاصول، علمه انه انت فتحت بيت بابا بنتي، انت فتحت بيت بابا حرام، هذا زوجك يترس عينك يا ابي. طيب شيخنا صحيح يعني ما تفضلت به واضح حقيقه، وهذا للاسف المجتمع دا يعاني من هذه، لكن خليني اسالك من يتحمل يعني مسؤوليه هذا الاتجاه؟ اكو تقصير بوسائل الاعلام بتوعيه الناس؟ الخطباء قصروا بتوعيه المجتمعات، الكليات، المدارس، المجالس، اكو تقصير يعني خلوا المجتمع للاسف ينحدر؟ احنا جنابك تعرف والمشاهدين يعرفون، قبل فتره اتخذت وزاره الداخليه العراقيه مشكوره موضوع محاربة المحتوى الهابط، ونجحت حقيقة، نجحت بالقضاء بشكل كبير على هذه الظاهرة، لكن بالأساس ما وصلنا إلى هذه المواصيل إلا لمسببات. يعني ما وصل المجتمع العراقي إلى هذا، أو بعض من المجتمع إلى هذا الانحدار إلا بأكو مسببات، أكو ضياع، أكو تيه، أكو فوضى، أكو عدم وجود بوصلة حقيقية تؤشر وتدفع وتحث الناس على سلوك هذا الطريق. هو هذا هذه الحالة حقيقة يحتاج لنا يعني دائرة وحلقة مقفلة. يعني احنا إذا البيت يؤدي جزء فهذا هو جزء يؤدي البيت. إذا تروح للمدرسة تبقى هذه الحلقة فارغة. بعد المدرسة عندك الكلية، بعد الكلية عندك المجتمع. فمرات الحلقة غير مكتملة، ولذلك يحدث عندنا هذا الخرق. يعني احنا اكو عندنا تقصير اعلامي واضح يا اخي الكريم. انت لما تطلع لي هسه افلام وتطلع لي مسلسلات، ومسلسلات بها دعاره علنيه، يعني دعاره علنيه زين، اولاد من صديقها من جبتهم اثنين ثلاثه، وبعدين هو يفكر ان يتزوجها. شنو هذه؟ هاي وين هاي عندنا بالمجتمع؟ يعني هسه هم نتعرض لصدمه؟ ماكو هاي هزه دماغيه قبل ما تصير هزه ارضيه زين. هذا انت من تعرض لي، انت ابو الاعلام من تعرض لي هيك مسلسل، يعني معناها شو تريد تسوق لي؟ يعني تريد تقول لي روح خلي بنتك ويا صديقها وعشيقها وتخلف وبعدين يفكرون بالزواج؟ شلون يصير يعني؟ هذا 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 اعلام هدام لو بناه. زين انا لما اروح للمدرسه والمدرسه مضيقين عليها، انت نعم داق علي قال الانجليزي وقال الرياضيات وقال الفيزياء وقال الكيمياء، عمي على راسي، ذني على راسي، علوم طبيعيه، علوم اساسيه بالعرض. بس يا اخي يا ابني هذا كما سئل، يعني قال سئل الحكماء قيل كم تعطي للجمال؟ قال اعطي صفر. قال كم تعطي للمال؟ قال اعطي صفر. قال وكم تعطي للاخلاق؟ قال اعطي واحد. قال واحد
قال هذا الواحد لولا هذا الواحد هذه الأصفار ليس لها قيمة. ما لها قيمة ولا موجودة صحيح؟ نعم. فيا أخي الأخلاق أنا شو أسوي؟ بروفيسور بالفيزياء وبالكيمياء وبالجسم وبالرياضيات وبالإنجليزي وبالعلوم بالطبيعيات وبالاجتماعيات وهو أخلاق ما عنده. ما إحنا إحنا الدرس الأساسي اللي لابد أن يدرسه الشخص وما يستحي من عنده. لذلك الله سبحانه وتعالى قال للرسول الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. زين هو محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج يعني الخلق، بل أن الله قد مدحه إنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو الذي أسرت به واستأسرت به قلوب المجتمع جميعا. فيا أخي احنا نحتاج الأخلاق أولا قبل كل هذه العلوم. نحتاج المدرس يصير عنده أخلاق، نحتاج الأستاذ يصير عنده أخلاق، نحتاج ضابط الشرطة لما تدخل مركز الشرطة عنده أخلاق، حتى السجان لازم هم تحتاج من عنده أخلاق. مو كلمات بذيئة، كلمات بشار وسقوط وكلام والله واحد يستحي حتى يقوله بالإعلام. والله يا شيخي يعني بصراحة هاي المواضيع ومسألة الأخلاق للأسف يعني نحتاج فعلا تربية أخلاقية تدرس في المدارس، فعلا نحتاج هذا الموضوع، لأنه لا التربية الإسلامية ولا اللغة ولا غيرها ولا غيرها تغذي روح الإنسان حتى يكون هو موجود بالمجتمع العراقي. نحتاج إلى هذا الموضوع، نحتاج إلى يعني غرس هذه المفاهيم الحقيقية في نفس الطالب والتلميذ حتى من يكبر تكون عنده راسخة. النقش في الصغر كالنقش على الحجر. نعم. طيب سماحة الشيخ، احنا بما انه احنا مقبلين على رمضان، انت تقول هذه عوامل ايضا اثرت على المجتمع وكذا، بالمقابل لازم اكو فسحة ان الله سبحانه وتعالى منح الناس باب التوبة مفتوح، ويعني كثير من الأحاديث والآيات تحث الناس إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة يعني في هذا الشهر الفضيل في شهر رمضان المبارك. ما هي الآلية التي ممكن أن يعتمدها الإنسان حتى ينسلخ من واقعه اللي كان يعيشه بالضياع وبالتيه، خلينا نقول يرجع إلى الله، يرجع إلى أخلاقه، يرجع إلى فطرته كإنسان، يرجع إلى حيويته، إلى دينه، إلى أهله، إلى عشيرته؟ هو أستاذ ناصر، هو الناس حقيقة، هل هو أنت فعلا عندك استعداد أن تغير نفسك؟ هو لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إن تنصروا الله ينصركم، بالحديث قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو شنو إن تنصر الله؟ ليش هو الله يحتاج نصر؟ بس الله سبحانه وتعالى ماذا يعني يريد أن يقول لنا؟ أنه ابتداء هو الأمر من عندك. إن تنصر الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك هذا الزيغ هم أنت أول ما بديت به النصر، أول ما بديت به، ما دام أنت تريد تنصر الله، الله ينصرك. ما دام أنت ما تريد طريق الحق، أنت ابتداء الله سبحانه وتعالى هم يعطيك يا طريق الحق، لأن الله ما يعطيها سلعتها كذا مجانا. أما التوبة فالتوبة مفتوحة، التوبة تبقى مفتوحة إلى حتى تخرج الشمس من مغربها، حتى تشرق الشمس من المغرب وباب التوبة. بل أن الله سبحانه وتعالى يقول يحب العبد التائب، يقول إذا أقبل الله العبد إلى ربه، إذا جاءه، إذا تقرب إلي عبدي في الحديث القدسي، تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب إلي باعا تقربت، وإذا جاءني يمشي جئته هرولة، وإذا جاءني هرولة جئته راكضا. كلها في سبيل أن الله يتقرب للعبد أكثر من العبد نفسه. يعني أنت تروح لله بشبر، الله يجيك بباع، زين بذراع، إذا تقربت إلى الله بذراع جاء الله إليك بباع. أنت تروح مشي، الله يجيك ركض، الله يأتي للعبد راكضا في الحديث القدسي. يعني هو من الذي يريد؟ كأن الله يقول أن الله يحب العبد إذا تاب، وأحب شيء إليه إلى 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 الله هو عبده إذا رجع إليه. فقال هو قال أنه إلى لليائسين للهاربين من شره، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا رب زين
انا ما راح تقنط من رحمه الله، بس مو انا عندي ذنوب استحي اسولفها، عندي ذنوب بقد الجبال. قال ماذا قال الله عقب هذه الكلام؟ ماذا قال الله عقب هذه الشيء في النفس؟ قال ان الله يغفر الذنوب جميعا. يا رب مو اكو ذنوب، ان الله يغفر الذنوب جميعا. يا رب مو عندي، ان الله يغفر الذنوب جميعا. ذنوب جميعا جميعا. فقل يا عباد الذين اسرفوا، مو اهل الايمان، اهل الايمان مضمونين، المسرفين العاصين الشاردين الهاربين عن شرع الله، قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بعد شو تريد من الله؟ الله يقول كان كلهم صفر، بس ارجع كل انسان جو الفراش، امسح الكاهن صيرا ورقه بيضاء، ما بيني وبينك كل اطفيه، اطفاء للديون اطفاء للذنوب. ماذا يريد العبد بعد اكثر من ربي، اكثر من هذا؟ اي والله، اي والله بالفعل سماحة الشيخ. يعني هو يعني الرغبه اللي انت اشرت لها، فعلا الانسان لما يكون عازم على اقتلاع هذه السيئات اللي موجوده في داخله، عليه ان يعود الى الله سبحانه وتعالى. مثل ما تفضل سماحة الشيخ انه في رمضان هذه الفرصه اللي كانوا زمن الاول يدعون ستة اشهر حتى الله سبحانه وتعالى يبلغهم شهر رمضان، وستة اشهر اللي وراء رمضان يدعون كان الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم طاعتهم في شهر رمضان. هذا شيء اساسي سماحة الشيخ. طيب شيخنا، اريد اسالك، يعني هو موضوع اللي اثير مؤخرا، اكو بعض الناس ده تحاول تشكك، يعني الله سبحانه وتعالى وننزل بالايات، يعني اكو معنى الايه سبحان الله يعني راحت عن بالي، وما ننزل بالايات الا تخويفا، هذه نعم. اللي ده تصير وما نرسل بالايات، نعم استغفر الله، وما نرسل بالايات الا تخويفا. سمحت الشيخ، يعني هذه الايات اللي ده تشوفها احنا في حياتنا اليوم، زلازل وسيول وفيضانات، ويعني حتى كثرت، يعني هذه الفتره قمنا نشوف صواعق تنزل على الناس، تنزل على الاشجار، تنزل كذا، هذه الظواهر بدت تكثر هذه الايام. يعني احنا تقريبا من شهر الاول الى الان يمكن ما يمر علينا اسبوع اذا ما سمعنا اكو هزه ارضيه، اكو زلزال، اكو فيضان، اكو امطار غزيره، اكو سيول. هذه كيف تصنف؟ فعلا هي امور طبيعيه، او ان الله سبحانه وتعالى دا ينطي للناس انذار ودا ينطيهم توجيه يعني شلون نفسرها؟ هو استاذ ناصر، هو يعني رب العزه لا قال عن هذه الناس، اولا قال وان يروا كل آية لا يؤمن بها، يعني هذا صنف من الناس، وان يروا كل آية لا يؤمن بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا صنف من الناس، يشوف الحق قدامه، يشوف الحق. وقال رب العزة، قال وجحدوها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوها واستيقنتها أنفسهم. فأكو ناس متكبر عن الحق، متكبر. قال الله سبحانه وتعالى لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، لاهية قلبه. لذلك من علامات الساعة كثرة الزلازل وكثرة الفتن، وهذه كوارث ليست كما تسمى كوارث طبيعية، هذه كوارث إلهية وليس كوارث طبيعية. هذا مو طبيعة، الطبيعة غير، هذه كوارث إلهية حتى يرجع الناس إلى الله. يعني أن الأرض التي الآن يفعل عليها المعاصي يخسف الله بها الأرض وتزلزل فيها الأرض، معاصي جاي تحدث أشياء بلاوي تحدث على وجه الأرض، والمصلحون قلة والمصلحون ربما ساكتون، فأنت تصير صالح. قال وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، المصلحون وليس الصالحين، المصلحون لابد أن يرفعوا من أصواتهم. إحنا الآن جاي ننازع على ثوابت الدين يا أستاذ ناصر، على نوازع الدين. إحنا الآن ناس مسلمين الآن يحاربونا، تعال لازم تؤمن أنت بالمثلية الجنسية، المثلية الجنسية اللواطة الله قلب بها قوم لوط، صعد هذه القرية إلى السماء ودكها بالأرض. اللواطة جريمة، اللواطة استغاثت منها أنبياء سبقونا، والآن يريد يفرضها عليك. تبادل الزوجات، معاقرة الخمور، يقول لك الآن احنا هاي حرية شخصية، هذا الحرام، الرشوة، الباطل، السرقة، القتل، الظلم، السجن بالسنوات،
على جريمة تافهة أو لا توجد جريمة، القتل المذهبي، القتل الديني، التهجير، الدقات العشائرية، يعني ماذا يحدث؟ طبعا هذا الذي يحدث في المجتمع. فالله يرسل بالآيات تخويفا حتى ترجع الناس قبل أن لأن إذا جاءت الساعة لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون. يعني فالله سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات حتى الناس يرجعون إلى الله، ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى دينكم. فالصيح أنت على هذا التال، والناس كثير من الناس لا تسمع، ما يريد يسمع، ما يريد يسمع. الآن المحجبة تمشي في الشارع تستحي، الآن تستحي من كثرة سافرات. أنت هسه الآن تستحي يجوز تصلي بالكلية لأنه جماعتك وأصدقائك يقومون يضحكون عليك. من تقوم من البنية تستحي إذا تقوم تصلي وإذا تحكي بالقرآن. هسه كثير من الطالب إذا يريد يشيل القرآن ويا كتبه بالكلية يجوز يضمه جو الكتب ويستحي من الناس. قرآن إذا يشيله ويا كتبه هسه يستحي. هذا المدى يصير المجتمع. إحنا جاي نتراجع القهقرية إلى الوراء. الأحداث الآن التي تحدث بنا وهذه كل الصدمات وكل هذه الرجات الدماغية، الرجات الأرضية الزلزالية، وكثير من الناس لا يسمعون، ما يسمعون، شو تريد تسوي له؟ ويتفاخرون سمعت الشيخ، يتفاخرون بالمعاصي، يتفاخر بالخطأ، يتفاخر بمخالفة القانون، مخالفة الشرع، مخالفة الأعراف، كل شيء عنده يتباهى به، يبوق، يقتل، يكذب، يرتكب على الناس، يتبلى على خلق الله، هذه موجودة. إذا شو تريد الله يوفق هالناس؟ هاي شلون لما يقول لك أنا هسه مرات تروح يوم سيطرة مع احترامات للكثير من القوات الأمنية، تقول له تمشي منها لو تبلع عليك أكسر ظهرك، يعني شنو تكسر ظهري؟ بيش بالحلال بالحرام عمي؟ والله قلت ترى هسه تبلع عليك، هسه ارتكب عليك. زين وين الحلال وين الحرام؟ زين وين الحلال؟ طبعا أنت مو يا أخي الكريم، أنت تريد لي مجتمع، أنت تريد لي مجتمع نظيف، أنت تروح هسه الدائرة من الدوائر الدولة يا أخي. يوم واحد عندي موظف مراجع يقول أنا يقول مراجع أحد الدوائر أحد، وإذا وازيتني هسه هم سؤال في الدائرة يقول أنا رحت لأحد الدوائر يقول أنا مستحي يقول معاملتي مع جاتي مشي يقول بس أنا إجراءاتي صحيحة يقول فخليت ال 25 يجي جو الفايل يقول مستحي أنا استوني جاي من تركيا يقول مستحي والله يقول فخليت الطرف قالت هشبيك الموظفة قال هشبيك هو 25 قالت عمو هاي الكاميرا يقول له شيل ال 25 تقول لي الكاميرا هاي شوفوا هي 25 حتى هاي موظفة هيك تقول للكاميرا يعني للمركزية تقول لها هاي 25 جيب خاشين هاي جيب 25 مطين وخايف هذه حلال وحرام راح تتسوق بها وراح يتسوق بها احنا مو هاي ال 25 هاي اول وحده اما انت افتح قوس وحط قدام ال 25 شو تحط؟ تحط قواني تحط شدات حط وراح يتسوق وجايبها ويريد ولده يطلعون صالحين وهو مكلهم سم وحرام يريد الزوجه تطلع متكيه وهو تارس بيتها حرام مالي بطونهم حرام ويريدهم يطلعون صالحين يريدهم يطلعون صحابه هذا راح يطلع شيطان هذا راح يطلع ابليس الجسد الذي اكل الحرام اذا اكل مال السحت فالنار اولى به ما يطلع طبعا ما يطلع مجتمع ما يطلع مجتمع نظيف القواعد مالته الاساسيه البنيه الكائنيه التحتيه الجسميه الخلقيه هي بنيت على حرام والله ما يصير لك مصلح عسلو تهدن براسك توبوا الى الله توبوا الى الله تروح تروح محلات تروح للمحلات تلقى الغش تروح انا مو اقصد انا اقصد الحالات السلبيه طبعا تروح بقال وكان انت بقال جاي تبيع طماطات وخيارات اي هسه حافر العيار وبايق من عنده 100 غرام هي شو تسوي لك وكان مسكين ما مثبور مو بجهنم تطي تحط حط لك طماطايه وحط لك بصلايه وتلقاها تالفه وخيسانه تروح لو الصيدليه الصيدليه يصيحك والله هذا اصلي وهو جايبها منها هم دا يقولون يقول لك يوم واحد يقول عندي عمال يقول صيدلاني كبير اسمع صيدلاني كبير عنده اربع عمارات هنا ببغداد اربع عمارات والله يقول عمره بستين سنه قال لي اريد تجيب لي عاملات من البياع بس شرط العامله كن لا تقرا ولا تكتب يقول انا استغربت استاذ جامعي يقول انا ادير الاعمال مالته خلي الناس تسمع
خل الناس تسمع هاي المثقفين، جزء من المثقفين، المثقفين الناس الصالحين على راسنا على عمامتي. فيقول هاني هم استغربت يابا شنو هذا اللي ليش اللي عامله كل ما تقرا وتكتب شرط لازم ما تعرف تقرا وتكتب. يعني حتى الامي عند سوق طلع عندنا بالعراق الى سوق مرغوب رغابه مرغوب عليه طلب رغابه. اي والله صدق حتى لو عليه رغابه جبت العاملات يقول والله جبتهن من البياع ووديتهن ان انا يقول هذا الرجال للصيدلاني بالعظميه. شوف يجيب من البياع يحط بالعظميه زين خاف يقول هسه ربعنا يقول لك تحكي على ذولاك. لا هذا هذا واحد من ربعنا عمي من بالعظميه ها وجايب العاملات من البياع. يقول فأنا استغربت يقول فأنا أنا استاذ متقاعد يقول دا أشوف دا يسحبون الليبل يقول هذا الموجود يقول العلاج اللبناني الدواء اللبناني يقول يحطه يحطه ميد ان جيرمن حشين هاي يقول هذا بدولار ونص يقول وهذاك يبيعه ب 12 دولار ونص يقول له هذا هذا لبناني وذاك ألماني. الله هذا الصيدلاني بالله عليك هذا الصيدلاني خاف الله هذا هذا والله. تريد الله يتوب عليهم هذا يوردها هذا عنده مدخل مال الأدوية يورد للناس بسعر فلسة ونص زين شلون الرحمة تنزل شلون الرحمة تنزل على الله تروح طبيب كشفية مالته 50,000 إذا تسوي عملية يهجم بيتك إذا تسوي عملية يهجم بيتك والله العظيم يهجم بيتك وإذا ما عندك المريض مالتك يموت ليش المستشفى الحكومة ما بي كل شيء ماك مصفر يقول لك انت تعال خاف الله شو خاف الله انا الدوله ميزانيتها مليارات اروح للمستشفى كل شيء ما بيه فارغ الكاش مكسر والساديه مكسره تعبانه كلها دم ملزقه ووسخه اذا تروح انت للمستشفى يكتك الوباء وتموت هذا هذا الواقع هذا شلون نستقبل به رمضان شيخي 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 بس صلي شيخي انا وربحهم كلها صلي شيخي الحبيب الله يعطيك العافيه بس خليني اروح الفاصل وارجع لك انا ما اريدك تصير عصبي وتأثر على صحتك إن شاء الله بعد هذا الفاصل رح نرجع إن شاء الله ونكمل آخر ما تبقى من وقت هذه الحلقة فابقى معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام قبل الفاصل كان الشيخ سماحته يتحدث الشيخ عداي الغريري رئيس أمة وخطباء الاعتدال في العراق حياك الله سماحة الشيخ كان يتحدث يعني بحرقة حقيقة وبأعصاب وإحنا فكرنا أنه سماحة الشيخ تهمنا صحتك هذا فوق كل شيء وهذا الحرقة اللي أنت بيها كثير من اليوم من الآباء كثير من مسؤولين اللي يتحملون مسؤولية العوائل وصلوا لها وصلوا لها أكثر من هذه الحالة حقيقة كنا نبكي دم على واقعنا على بلدنا على اللي دا يصير في المجتمع ولكن إحنا الأمل هو موجود بيكم موجود يعني من بعد الله سبحانه وتعالى بيكم وبأمثالكم من الخيرين الناس اللي تسلك خط الاعتدال في كل شيء في الحياة هو يعني هم اللي عليهم اليوم المسؤولية لتنظير وتوجيه المجتمع بالشكل الصحيح سؤالي الأخير سمحت الشيخ لك يعني كيف ممكن أنه نخرج من هذه المشاكل كيف ممكن أنه إحنا نوصل رسالة إيجابية نقنع الطرف الآخر المخطئين بأنه عليهم أن يعودوا إلى رشدهم يعودوا إلى حقيقة وعيهم وإلى فطرتهم كما سألنا قبل قليل حتى يعني هذا الكلام لك سماحة الشيخ بهذه الدقائق المتبقية من حلقة نعم. والله هو يعني باب التوبة مفتوح فإن الله سبحانه وتعالى كما قلنا وذكرنا أنه باب توبته مفتوح فإحنا يا إخواني يا أبنائي يا بناتي يا آبائي من هو أكبر مني سنا إلى المجتمع جميعا يا إخواني شهر رمضان شهر رحمة شهر جاء ليغسل هذه الذنوب ويغسل هذه الحوبات التي وهذه الخطيئات التي فعلناها بيننا وبين الله أو بيننا وبين الناس السرية والعلنية فيا أخواني رمضان فرصة ثانيا هذا رمضان مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أستاذ ناصر قلت أكو واحد يتنرفز ويصير أعصاب وكذا أنا أذكر الناس هذا هسه رمضان الناس الدائخة بي واحد يقول لك شايل هم العائم شايل الهم هسه مثل الجبل شايل على ظهره عمي رمضان الآن يقولون هو هسه هاي الآن التقارير العلمية يقولون الإنسان يقول أضعف بنية أضعف بنية بنية ضعيفة يقول يتحمل ما يشرب مي لمدة 3 أيام
والبنية القوية تبقى 8 أيام بلا ماء، والبنية الضعيفة يقول تبقى بدون طعام 21 يوم، والبنية القوية يقول 8 أسابيع. أخواني هذا أنتم شايلين الهم، ممكن الإنسان يبقى به يعني أضعف واحد، أضعف واحد المريض يبقى 3 أيام بدون مي، ويبقى 21 يوم بدون طعام، عشان هاي وما يموت. إيه ما يموت، وصحته خير من الله والله معافيه، يظل 8 أيام بدون مي، ويظل شهرين بدون أكل، شهرين و8 أيام ما يشرب مي. عمي احنا هسه الحمد لله هي كل الصيام كلنا 13 ساعة، الناس 13 ساعة قاضيين النوم وقاضي بالصدق شرب يا جماعة الخير، خايف العالم من رمضان، وبعدين الله سبحانه عمي مو يا عمي خاف العالم هاي من الصورة انه الله قال 24 ساعة، عمي ترى بس النهار عمي الليل عمي لك مباح به هذا، وحل لكم ما وراء ذلك عمي، وراء الفطور كل شيء لك، يعني ليلة الصيام يحل لكم الرفث إلى نسائكم، روح شو تريد تسوي سوي، بس بالنهار ايش بيلزم نفسك 10 ساعات؟ ما معقولة ناس ما المي واحد يقول له، وبعدين راح يطلع لك هذا اللي عنده كلى وهذا اللي عنده قلبه وهذا قال للطبيب وهذا يا عمي قال لك لا عاد قال لك الطبيب اشرب 3 بواكين دقائق وما تتمرض، ها ما تدري، لا عاد قال لك الطبيب تشرب نرجلتين مدري 3 من هذا المعسل وزعلولي ومدري شو يسمونه ونرجله من هاي بربك بربك وش اسمه طولها للسقف النار، هاي هم قال لك الطبيب ما قال لك هذا قلبك خطيه ما يتحمل، ليش هيك يا عمي؟ يا جماعه الخير هذا رمضان مو يخوف، احنا كلن احنا راح يبدي من 5 للـ6 كلن ما يصير 13 ساعه عمي، 13 ساعه كفيلكم الله نص النوم، يعني كل صيامنا راح يصير 5 ساعات، لا تخوفوا، لا الشيطان يخوفكم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، ترى صيامنا الفعلي 5 ساعات، 5 ساعات الا الله واحد يصمد. هاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان السلام. مبارك عليكم مقدما، جزاك الله خير، والله الله يتوب عليه اولا، خاف واحد يقول لك انت عم ابو عمامه، عمي والله احنا عندنا ذنوب بيننا وبين الله، اسال الله ان يتوب عليه وعلى المقدم وعلى المستمع وعلى أمة الإسلام جميعا وعلى العالم جميعا يا رب. آمين. ونلتقي آمين. إن شاء الله عند هناك عند حوض المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورمضان مبارك على أهل العراق جميعا. جزاك الله خير يا سمعت الشيخ، صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه خير هذه البلاد. شكرا لك سمعت الشيخ الدكتور عدائي الغريري رئيس رابطة أئمة وخطباء الاعتدال في العراق، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية، ويا رب رمضان مبارك عليك إن شاء الله وعلى الأهل وعلى جميع العراقيين. شكرا لك. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج بانوراما، إن شاء الله نشوفكم بحلقات أخرى بإذن الله، نوه لأنه سنستمر معكم خلال شهر رمضان المبارك في بانوراما، لكن بتوقيت أقل من هذا التوقيت، ربما سيكون الساعة 1 ظهرا يوميا، تابعونا في حلقات بانوراما بإذن الله تعالى. شكرا لكم ونشوفكم على خير وفي أمان الله.